بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك عليكم جميعا طلبة الأعزاء وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، إتماما للمحاضرات في إطار مادة القانون الجنائي العام. قد تم التوقف عند الركن المعنوي الجريمة، هو الركن الأخير منها. هذا الركن الذي يعبر عن الرابطة النفسية والذهنية بين الفاعل ومادية الجريمة، ويسمى بالركن المعنوي أو الآتم، لأن الإرادة تكون آتمة ودليل على خطورة الجاني، بشرط أن تكون الإرادة حرة، أي أنه إذا كانت هذه الإرادة حرة فعلا وموجهة مع علم بذلك فنحن أمام قصد جنائي، أما إذا كانت إرادة غير موجهة فهناك مجرد خطأ. والمشرع في إطار مقتضيات القانون الجنائي تعرض بإشارته إلى هذا القصد الجنائي وإلى الخطأ، حينما عبر من خلال الفصل 133 بقوله: الجنايات الجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا، وقال: إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ. فهنا إشارة صريحة إلى نوعين من أو عنصرين يجب الحديث عنهما في إطار الركن المعنوي، هو القصد الجنائي والخطأ الجنائي. بداية بالقصد الجنائي، يشكل القصد الجنائي العمود الفقري للقانون الجنائي، فهناك اهتمام به، ومن خلال المقتضيات القانون الجنائي في مجموعة من الجرائم، ومما جعل كل القوانين تنص على مدى حديث عن وجود قصد أو عدم وجوده في جريمة من الجرائم. اهتمام أيضا حتى على المستوى القضائي ببحثه في الواقع التي تعرض عليه ولدى الفقه من خلال مناقشة في هذا الإطار. هنا يجب بيان مفهوم وعناصر هذا القصد ثم صوره وإثباته. بالنسبة لمفهوم القصد الجنائي، ما يلاحظ أن المشرع لم يعطينا تعريفا لذلك، هذا خلاف بعض الشريعات التي انتبهت إلى هذا الأمر كالمشرع اللبناني في المادة 188، غير أنه عند ملاحظة التعريف اكتفى بالقول أنه إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، وفي هذا النطاق صايرته حتى بعض التشريعات الأخرى كالتشريع الأردني إلى آخره. المهم هو أن هذه التشريعات أغفلت عنصر آخر هو العلم، لا يكفي وجود إرادة ارتكاب الجريمة، بل يجب أن يكون الشخص على علم بها. في هذا الصدد حاولت بعض التشريعات أن تستند على حيلة، وهي عدم جواز اعتذار بجهة القانون، وهنا يجد مزاله التطبيقي الفعلي في إطار قواعد القانون الجنائي. فما قول الفقه بالنسبة للتعريف إذن القصد الجنائي أمام هذه الهفوة التشريعية؟ لدى الفقه هناك نظريتين، هناك نظرية الإرادة ونظرية العلم. نظرية الإرادة أي إرادة الفعل وإرادة النتيجة، لا بد معا، فإذا تحققتا كنا أمام مسؤولية جنائية. وهنا حسب نظرية الإرادة فهي تتم بنشاط إيجابي، مثل ذلك كمن وضع يده أو سكينا في عنق شخص من أجل سلب ماله، وإلا أدى أمر إلى إزهاق روحه. هذه النظرية قيل أنها تركز بالأساس على جرائم النتيجة، لأنها تقوم مثلا في السرقة فهي جرائم النتيجة، ولكن هناك جرائم لا تتحقق فيه النتيجة، فقد قلنا من قبل بالنسبة للمحاولة لا يمكن الحديث عن النتيجة، وكذلك جرائم شكلية، مثلا في جريمة عدم تصريح بمولود هي جريمة شكلية، كذلك الشأن بالنسبة لحمل السلاح بدون رخصة فهي جريمة شكلية لا ننتظر تحقق النتيجة. ولهذا قيل أن هذا التعريف الذي حاول نظرة الإرادة تستند عليه واعتبرت أن القصد الجنائي هو إرادة النتيجة وإرادة الفعل فهي غير كافية. ظهرت بذلك نظرية أخرى هي نظرية العلم، أي أن يريد الجاني الفعل الجرمي، وتوفر إذن العلم بالنسبة إلى هذا الاتجاه بالعناصر المشكلة الجريمة. فالإرادة تتعلق بالنشاط المادي، أما بالنسبة للعلم فلا سيطرة للإرادة عليه، ولهذا
قيل أن النتيجة ترتبط بالعلم وليست بالإرادة. هناك من ميز في إطار ذلك بين الإرادة عن العلم، فقيل أن الإرادة تعبير عن القصد بمخالفة القانون، وهو ليس كذلك بالنسبة للعلم. من هذا المنظور فتم التركيز أساسا على نظرية العلم، لا بد من عنصر العلم دون حديث عن الإرادة. بالمقابل هناك اتجاه ثالث، هو الذي يكون عين محل صواب واتجاه منطقي، حينما استلزم توفر عنصرين في إطار القصد الجنائي، وهما العنصر العلم ثم عنصر الإرادة. وبهذا يمكن الحديث عن هذين العنصرين من خلال ما يلي: عنصر أولا العلم، بماذا يقتضي العلم وبماذا يقتضي الإرادة؟ بالنسبة للعلم يشمل جانب الواقع الإجرامية من خلال إحاطة بها واقعيا وقانونيا. بالنسبة للعلم بالواقع الإجرامية من ناحية الواقعية، أي العلم بالحق المعتدى عليه أو بخطورته أو صفاته، مثلا ذلك الحق المعتدى عليه ربما ملكية، ربما حيازة، ربما الحق في الحياة كالقتل، وقد يتعلق بخطورته أو صفته كصفة الموظف، أو لخطورة المرأة على صفتها حامل. هذه حالات التي نتكلم عن الإحاطة بجانب من ناحية الواقعية، أي العلم بها. المهم هنا أن يتحقق العلم بالواقع الجوهرية، لكن السؤال يطرح: من ينفي العلم؟ ينفيه الجهل أو الغلط؟ إما أن هذا الجهل والغلط ينصب على ركن مادي أو ظرف مشدد. فالجهل يعني انعدام العلم، ومثال ذلك المتق الذي يتلقى معلومات لا ينبغي أن يؤخذ بجريمة، مثلا التزوير أو غير ذلك، لأنه يتلقى معلومات يجهل صحتها، ربما يتلقى معلومات على أن العقد بيع تم بين طرفين، وأن أحدهما تسلم أو المشتري سلم البائع المبلغ المالي، والحال أن البائع لم يتسلم هذا المبلغ، وإنما أدرج على أنه تسلمه. ربما إخفاء لحقيقة ذلك العقد ليس بيع وإنما هو هبة، وهو يجهل الموثق ذلك لهذه المعلومات. العدل، عفوا، ليس الموثق، إنما العدل يجهل هذه المعلومات. الغلط، قد يقع هنا فهم خاطئ للواقع، أخذ مثلا حقيبة شخص لتشابههما في هذا النطاق، أو شخص دخل إلى منزل، عفوا، إلى مسجد، وأخذ حذاء غيره لتشابههما. فهنا إذا تحقق مثل هذا الجهل أو الغلط، فهنا لا يمكن الحديث عن وجود قصد جنائي. إذا تعلق الغلط أو الجهل بعناصر على ضوء ذلك خارج عن إرادة كان الجريمة فلا يهم. أما الخطأ في إعطاء مثلا مادة، وكأن تكون مثلا سامة، فلا يسأل عن جريمة تسميم. لماذا؟ لأن المشرع في المادة 398 مثلا يستلزم أن تكون المادة سامة، واعتقد المعني بالأمر أنها مادة سامة وليست سامة، إذا لا يمكن الحديث عن جريمة التسميم، ولكن يمكن الحديث عن جريمة أخرى إذا تحققت أركانها. بخلاف مثلا سرقة لوحة رسام، اعتقد أن له لرسام معين، والحال أنها ليس كذلك، فجريمة السرقة هنا تبقى قائمة، بخلاف الأولى لأن قلنا لا بد من أن تكون المادة سامة، وأما قدمه ليست مادة سامة، إذن لا يمكن أن يسأل عن جريمة التسميم. أما في الثانية فيسأل عن السرقة وإن وقع غلط له بالنسبة للفنان الذي رسم هذه اللوحة. إذن أن يرد الغلط أو الجهل على كذلك ظرف مشدد، مثلا اتفق الجنات على ارتكاب الجريمة أن ترتكب نهارا، فارتكب ذلك الشخص باتفاق معه،
ولكن ارتكبها بمعية شخص آخر وباستعمال مفاتيح مزورة. هنا الجريمة مثلا في السرقة، إن كانت هناك سرقة فالعقوبة الحبسية التي كانت ستكون في حدود 5 سنوات ربما تصل إلى 20 سنة بالنظر للظرفين وفقا للمادة 509 من القانون الجنائي. إذا إلى جانب عنصر العلم كما قدمت، لابد من الإحاطة بجانب القانوني وليس فقط الواقعي. هنا لجأت التشريعات إلى حيلة وهي افتراض العلم حتى لا يدفع أحد بالجهل أو الغلط، وبالتالي لا أثره على القصد الجنائي لأنه يظل قائما. نعم هذه القاعدة أي افتراض العلم لم تقبل من قبل بعض من الباحثين بالنظر أنها اعتبرت أنها ذات أساس نظري وليست حقيقة، لأن ليس الكل يكون على علم بالقاعدة، لأن حين نطبق قاعدة لا يعذر أحد بجهل القانون الجنائي، وإذا قلنا عدم الجهل بالقانون الجنائي، هل الكل يعلم بقواعد القانون الجنائي؟ بالطبع لا، ولهذا قيل أنها غير منطقية وليست أساس نظري. عفوا ذات أساس نظري وليست منطقية. هي تتنافى مع العدل لأنها تقر العقاب للجميع كان يعلم أو لا يعلم، وهي كما قيل تقضي على إنسان الفرد. ومع هذا فإن القوانين الشرعية سيلاحظ بالنسبة إليهم لماذا نلجأ إلى هذه القاعدة، وأنه يمكن للقاضي التخفيف أو الإعفاء في هذا. عموما فالفقه الذي يرى بهذه القاعدة أنها جاء نوعا ما تتميز بجورها في حق الجنات، ولكن التشريعات أخذت بها لأهميتها في هذا الإطار، لكن أخذ بها فقط في الأساس في المجال الجنائي وليس المجال المدني، لأن في المجال الجنائي اتجه بعض الفقه وكثير من أحكام القضاء الأجنبي إلى جعل مجال مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون أو الغلط فيه هي قاصرة على القواعد الجنائية، ولكن دون سوى أي قبول جهل الغلط يمكن في فروع القانون الأخرى المدني والتجاري إلى آخره، ولكن ليس في القانون الجنائي في هذا السياق. مثلا على سبيل المثال ذلك، لو أن شخص اشترى منزلا وبدأ ينقل متاعه إلى ذلك المنزل، فقد شراؤه كان بعقد تم مصادقة عليه في بعض الجهات وتم تسجيله في إدارة الضرائب، هل يحق له الدخول إلى المنزل؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأنه لم يقم بعد بتقييده في السجل المحافظة العقارية. إذا تم تقييده فعلا ففي هذه الحالة، خصوصا أننا نتكلم هنا للتذكير على العقار المحفظ، فإذا تم تقييده في سجل المحافظة العقارية أصبح إداك مالكا. أما إذا لم يقم بتقييده في هذا السجل فإنه يكون قد انتهك حرمة ذلك المنزل في هذا السياق. إذا بعد الحديث عن عنصر الأول وهو عنصر العلم، نتكلم الآن عن عنصر الإرادة. والإرادة هنا في عنصر الإرادة في الواقع الإجرامية، فماذا أول كيف تعرف؟ تعرف بأنها عبارة عن قوة نفسية تحرك الجاني نحو ارتكاب فعل أو تحجمه عن ارتكاب فعل معين كان عليه أن يتدخل ولم يتدخل. فكما قيل هي التصميم وانعقاد العزم على تحقيق أمر معين. فالإرادة تمثل كما قيل القوة النفسية التي من شأنها الخلق والسيطرة على التصرف الصادر من الجنين. إذا تتحقق الإرادة في جميع الجرائم العمدية أو غير العمدية، الفرق فقط في الجرائم العمدية تكون الإرادة موجهة، أريد ضرب فلان أتجه إلى ضرب فلان، ولكن ربما يدي كنت سأخذ شيء وبسرعة مرت يدي فتم طبعا الحال إصابة شخص،
هل هنا إرادة موجهة؟ بالطبع ليست موجهة، ولهنا نتكلم عن الخطأ. فكلما كانت الإرادة غير موجهة نتكلم عن الخطأ، وكلما كانت الإرادة موجهة نحو ارتكاب الفعل نتكلم عن جريمة عمدية. فإطلاق مثلا رصاصة على غريم بعد التربص له فهذه جريمة عمدية، أو من يوقد نارا في ملك غيره ففي هذه الحالة جريمة عمدية. المهم إثباتها، وهي مسألة عفوا موضوعية تعود لقضاء الموضوع دون القانون، لأنها يقتضي الأمر التعليل بوجود هذا القصد، أي وجود العلم ثم الإرادة. أما الباعث والدافع والأسباب فهذا لا يأخذ به القضاء إلا في بعض الحالات بالنظر، قد يكون الباعث دنيئا وقد يكون شريفا. الباعث دنيء ربما الانتقام وربما النيل من الشخص، وقد يكون شريفا مثلا ما خشية العار التي قد تقدم عليه مثلا الأم لقتل والدها، ذلك الرضيع الذي أدت إلى قتله لأنه نتيجة علاقة غير شرعية، فخشية العار أو الفضيحة. ففي هذه الحالة يخفف العقاب. أو قتل الزوج ربما لزوجته نظرا لتفاجأت في خيانة زوجها فهو عذر قانوني وكذا، أو ربما أحدهم شاهد زوجة أخي إلى آخره. ففي هذه الحالات نتكلم عن وجود باعث قد يكون شريف وقد يكون دنيء. ودنيء مثلا قتل الأصول هذا بداية باعث دنيء جدا، لا يمكن أن نقول أنه شريف. صور القصد الجنائي وإثباته. القصد الجنائي، وحتى لا أطيل في هذه النقطة، له صور عديدة. هناك قصد جنائي عام، قصد خاص، قصد مباشر، قصد غير مباشر، قصد محدد وقصد غير محدد، ثم أيضا قصد بسيط وقصد مشدد. مثلا القصد الجنائي العام هو عادة ما يتوفر في كافة الجرائم، أما القصد الخاص فيكون محددا. القصد العام مثلا الضرب والجرح إلى آخره باستعمال ربما وسائل من في هذا الضرب إلى آخره، فهذا قصد عام، علم وإرادة ويتجه إلى الضرب. ولكن قصد عام خاص إذا تم مثلا استعمال وثيقة مثلا مزورة أو جواز مزور أو صرف أموال مزورة وهو يعلم بذلك، فهذا يتجه الفقه إلى القول بأن هناك قصد خاص من هذه الجريمة. هناك من أنكر طبعا حتى من الفقه من وجود هذا القصد الخاص إلى جانب العام، لأن كل جريمة تتضمن بداية عنصر العام. ولكن حينما ننظر إلى بعض المقتضيات القانون الجنائي نجد المشرع أخذ أيضا بالقصد الخاص. القصد المباشر والقصد غير المباشر. القصد المباشر هو الذي ينبع من علم يقيني بعناصر الجريمة واتجاه الإرادة إلى السلوك الإجرامي مع الرغبة في وقوع نتيجة إجرامية كنتيجة حتمية ولازمة لهذا السلوك. ومثال ذلك مثلا شخص يطعن آخر بسكين رغبة في القضاء عليه. أما القصد الاحتمالي فهو إذا كان جاني يتوقع حدوث النتيجة على أن ممكنة الوقوع ويقبل بحدوثها مثلا في سبيل تحقيق نتيجة أخرى مقصودة، ولم يمنعه من هذا التوقع من أي من إتيان نشاطه. وحسب تعريف بعض الفقهاء أو أحد الفقهاء قيل أن القصد غير المباشر هو الذي تتجه فيه إرادة جاني إلى نتيجة معينة فتقع نتيجة أخرى توقعها وقبلها. ما هو أساس هذا التمييز بين القصد المباشر والقصد غير المباشر؟ في ما يتعلق بتوجيه الإرادة نحو النتيجة، فيكون إما يتوقع النتيجة أو لا يتوقعها فهو احتمالي في هذا الإطار. ولكن ما هو المعيار الذي يمكن الوقوف عنده؟ هناك اختلاف حسب الفقه، فهناك من اعتمد على معيار شخصي، وهذا المعيار الشخصي أي العلم وقبول النتيجة، فهنا يكون احتماليا قصد مباشر عمدي احتمالي، وقد يكون موضوعيا
إذا شمل فعله ذلك. أما عدم قبول النتيجة فهذا حسب نظري هو خطأ غير عمدي. الاتجاه الثاني يقول لا، وهو اتجاه موضوعي، لا بد من مقتضى قانوني، أي من سند قانوني، لا يكفي أن القول بوجود علم أو قبول للنتيجة أي عمد لارتكاب جرم احتمالي، وإنما لا بد من سند قانوني. القصد، صورة أخرى من القصد وهو الصورة الثالثة، القصد المحدد والقصد غير المحدد. هذا القصد المحدد بنظر إلى شخص المجني عليه، فمتى كان هذا الأخير معينا من قبل الجاني، مثلا أريد قتل فلان بالتحديد فهذا قصد محدد، ولكن حينما ألقي مثلا قنبلة هكذا على فئة في مقهى إلى آخره فهذا قصد غير محدد. وآراء أخرى ركزت على النتيجة عوض أن تتجه إلى غاية هذا المجني عليه، فإذا كانت النتيجة محددة كنا أمام قصد محدد، وإذا كانت غير محددة قلنا بأنه قصد غير محدد. كما يريد مثلا سرقة مال محدد فهذه جريمة محددة. طبعا في كافة الأحوال نتكلم عن المسؤولية فهي قائمة بينهما. القصد الآخر هو القصد البسيط والقصد المشدد. القصد البسيط ويكون في جريمة عادية، مثلا جريمة سرقة زاهدة إلى آخره، هذا قصد بسيط، أو مثلا سرقة مع بسلب الأشخاص ما يملكون بمجرد استعمال وسيلة في ذلك، أو قد يكون مشددا إذا تضمن أكثر من ظرف من ظروف التشديد. مثلا في الأول هو بسيط، ربما على أنه استعمل كلام للهلع ومن أجل حصول مبالغ، ولكن في الثاني استعمل ربما وسيلة تتمثل في أداة كحادة كسكين أو مطرقة، أو لجأ إلى استخدام حيوانات أو غيره، فيكون هناك ضرب مشدد. والمشرع من خلال مقتضيات في جرائم القتل نقف عند مقتضى مثلا 394 من القانون الجنائي حينما تكلم عن القتل مع توفر ظرف من ظروف مشددة، وهذه فإنما قال سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه. ربما أن شخص يصر على ارتكاب الجريمة فيكون هناك قتل مع وجود لسبق الإصرار، هذا ظرف مشدد. ففي الأول إذا كانت جريمة القتل عادية هي سجن مؤبد، ففي النوع الثاني قال لا، فالعقوبة ستصبح هي مدى الإعدام وفق الفصل 393. بقيت إثبات القصد الجنائي. إثبات القتل الجنائي يعد من أدق المسائل، ولا يخفى على ذلك حتى على الممارسين، ويجد سند حتى في قول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظواهر وعلى الله السرائر. فما يقدم للقاضي من أدلة ظاهرة ولكن السرائر يعلم بها الله عز وجل. ولهذا قلت أن إثبات القصد الجنائي أمر صعب، والاستدلال والاستنتاج ربما يعود لقضاء الموضوع من خلال سلطته التقديرية بمعرفة مثلا وقت نشوء هذا القصد، وتطرح عدة تساؤلات، متى تولدت الجريمة في ذهن الشخص، أي قبل ارتكاب الفعل وقبل تحقق النتيجة أو وقتها، تحديد الوسائل التي سخرت، الجنات، المساعدين والمشاركين كمساهمين إلى غير ذلك من العناصر. بقي أن نناقش العنصر الثاني وهو الخطأ الجنائي، أي الصورة الثانية. إذا قلت لكم إذا كانت الجريمة عمدية فمعناه أن هناك علم وهناك إرادة موجهة، لكن إذا لم تكن هناك الإرادة موجهة
نعم قد يكون علم، قد تكون إرادة، ولكن لا تكون موجهة، فنتكلم عن الخطأ الجنائي. وهو الصورة الثانية للركن المعنوي، فهو يلحق ضررا بالآخر في حقوقه دون قصد النتيجة. فما هو مفهوم الخطأ الجنائي؟ وما هي خصائصه؟ وما هي عناصره؟ من خصوص مفهوم الخطأ الجنائي، يلاحظ أن المشرع لم يعرف الخطأ الجنائي، فقد أشار إليه في عدة مقتضيات كالفصل 433 432 من القانون الجنائي. إذن عدة مصطلحات في نصوص متفرقة، لكن تشريعات أخرى حاولت أن تعطينا تعريفا إياه. ومثلا على ذلك، من هذه التشريعات يمكن الإشارة إلى المشرع مثلا المصري، في قبله قانون السويسري كان نموذج، قانون العقوبات الإيطالي الذي قلت عفوا بعض التشريعات التي حاولت أن تعرف بذلك، مثل ما ذكرت قانون العقوبات السويسري الإيطالي وغير ذلك من التشريعات التي حاولت أن تعطينا تعريفا للخطأ الجنائي. لو أردنا إعطاء بعض التعريفات، في التشريعات التي قدمت تعريفا عوض التشريعات التي لم تعرف، هناك من قال هي الجريمة مرتكبة عن خطأ عندما لا يكون الحادث مقصودا ولو كان الفعل يتوقعه إذا وقع عن إهمال. إذن من خلال ذلك يلاحظ أن هذا التعريف انصب على تعريف الخطأ من زاوية الحادث المقصود ولو كان الفعل بيتوقعه إذا وقع عن ماذا؟ قال إهمال أو طيش أو عدم دراية أو عدم مراعاة القانون واللوائح في هذا الإطار. حتى لا أطيل، أقول لكم هناك تشريعات لم تعرف الخطأ الجنائي، وأشرت قبل حضرات قلت قانون الإيطالي السويسري إلى آخره، وهذا مسألة. ولكن هناك بالمقابل من عرفته صراحة، وعلى سبيل المثال ما قدمته لكم قانون المثل الليبي عرفوا في هذا النطاق، كذلك بعض التشريعات الأخرى التي حاولت أن تعرفه. كيف يمكن تعريفه إجمالا؟ وهذا هو المهم بالنسبة إليكم، هو كل فعل أو امتناع لا ينسجم مع واجب الاحتياط والحذر المتطلب قانونا فينتج عنه أضرارا لم يردها الجاني إلا أنه كان في وسعه تجنبها. إذا من خلال ذلك، فهذا الفعل الخاطئ قد يكون نتيجة فعل إيجابي أو سلبي، لأن الفصل 120 يقول الجريمة عمل أو امتناع، مثلا امتناع عن إعطاء الدواء فهذا فعل سلبي، فعل إيجابي الخطأ إهمال أو تهور أو طيش. إذا يترتب عن هذا الخطأ نتائج طبعا ضارة ولكن لا تكون مقصودة، فهي إهمال أو تهور. فما هو خصائص الخطأ الجنائي؟ خصائص الخطأ الجنائي تظهر من خلال انعدام القصد وارتباط الخطأ بشخصية الجاني. انعدام القصد الجنائي لكونه الخطأ الجنائي لا يتطلب القصد، فلا تجي الإرادة البتة إلى النتيجة. فمثلا حينما يرتكب الشخص هذه الجريمة لا تكون إرادة موجهة، وهنا يمكن الإشارة إلى ثلاثة حالات معينة لا يمكن الحديث عنها بوجود انعدام القصد. لا يمكن لأحد أن يقول انعدام القصد. ما هي الحالات الثلاث التي لا تنعدم في القصد؟ هي حالة المحاولة. فالمحاولة تتحقق فيها قلنا عنصرين، البدء بالتنفيذ وانعدام العدول الإرادي. وبالتالي في خصوص المحاولة يكون الجاني قد بدأ، إذن هناك عنصر العمد، وانعدام العدول الإرادي يدل على أنه يرغب في ارتكاب الجريمة لكن النتيجة لا يحققها، لأنه تتجهت فعله إلى تحقيق النتيجة من خلال المحاولة، والمحاولة لا تنسجم مع الخطأ الجنائي، فهنا لا ينعدم القصد الجنائي في مثل هذه الصورة. الصورة الثانية هي المشاركة. المشارك هو لا يقوم بالتنفيذ المادي للجريمة، نعم يأتي أفعال منصوص على الفصل 129، وهذه الأفعال
استلزم المشرع في عدة فقراتها عنصر العلم، مثلا تقديم سلاح أو أدوات ولكن مع علم المشارك بذلك، تقديم مسكن أو تعود على تقديم مسكن ولكن مع علمه بذلك لإخفاء الجنات إلى آخره. فهناك قصد للمشارك وقصد للفاعل الأصلي، وهذا يتنافى مع الخطأ الجنائي. إذن لا يمكن القول بأنه في المشاركة هناك خطأ جنائي، لا، ينتفى هذا الخطأ الجنائي ونتكلم عن وجود قصد جنائي في إطار المشاركة الجنائية. ظروف المشددة، حينما قلت قبل لحظات الشخص الذي يرتكب جريمة بالليل فهو له القصد استغلال هذا الضرب، ونفسه الذي يستعمل مفاتيح مصورة أو الذي تعود على جريمة الإشهاد فهذا له القصد الجنائي. لكن لا ينبغي أن نقع في خلط مع ظروف التشديد كسبق إصرار، كترصد، كغير ذلك من الظروف التي ينصها المشرع، والحالات التي شدد العقاب من خلال الخطأ الجنائي، فهذه حالات فقط مضاعف العقوبة لكونه مثلا كمثال الحالات للشخص الذي يرتكب بسيارته حادثة لا يقصد إصابة ذلك الشخص بيعها أو غير ذلك ويفر، فراره هو الذي أدى إلى تشديد العقاب عليه، أو ربما غير معالم مكان الجريمة، أو ضبط وفي حالة سكر وارتكب الحادثة. هذه أسباب ليس للتشديد وإنما لمضاعفة العقوبة بالنظر إلى فعله. إذن هذا ما يستلزمك خاصية الأولى قلت هي انعدام القصد الجنائي، لا ينبغي أن يكون هناك قصد جنائي. ثم ارتباط الخطأ بشخصية الجاني، أي ارتباط الخطأ بشخصية الجاني مفاده أن الخطأ عبارة عن سلوك قاصر على من ارتكبه فلا يتحمل وزره أي شخص آخر بدله. ومثاله لو أخذ الابن مثلا سلاح أهابيه ليلعب به فأصاب عن غيره عمدا أحد أصدقائه، فقد يسأل حتى الأب عن الواقع الإجرامية على أساس أنه كان مهملا في ترك سلاحه بين يدي ابنه. عناصر الخطأ الجنائي، هناك عناصر تتمثل مما يستخلص من الفصول 432 و433 إلى آخره. عنصر أول الإخلال بواجبات الحيطة والحظر، أي الإنسان مطالب باتخاذ الاحتياطات اللازمة، فسائق السيارة الذي لا يضع علامة لوجود عطب بالسيارة في الطريق هذا مهمل، والمشرع قرر عقاب لهذا المهمل من خلال الفصول التي أشرت إليها. هذا الاختلاف طرح طبعا الحال عنصر الإخلال بواجب الحيطة والحضار طرح نقاشا فقهيا. فما هو المعيار الواجب اعتماده؟ هناك من قال بالمعيار الشخصي، وفي هذا الصدد هل كان بإمكان تفاديه؟ فإذا كان بإمكان تفاديه ولم يقم فهو مخطئ، فيركز على شخص المخطئ. وأما إذا لم يكن بإمكان تفاديه فهو غير مخطئ. هذا الرأي تم انتقاده لأن هناك أشخاص متميزين بإهمالهم، بتهورهم، أو اعتادوا على التقصير، فلا يمكن مساندة هذا الاتجاه من خلال النظر إلى شخص المخطئ. الاتجاه الثاني يعرف بالاتجاه الموضوعي، ويركز على وجوب المقارنة بين فعل الشخص وبين ما كان يجب أن يصدر عنه شخص آخر الذي قد يتواجد في نفس ظرفيته وهو يمثل متوسط الحطر والحضر الحيطة والحضر في هذا الإطار، أي ما يعرف بالرجل العادي في هذا الإطار، بالنظر أن هناك تفاوت في هذا الإطار. هذا الاتجاه، ما هو هذا الرجل العادي طرح في هذا الإطار، وكذلك سيطرح المستوى قيل اختلاف عن مستوى المحاكم. عموما هناك اتجاه ثالث
يرى بضرورة إعمال المختلط، أي إعمال المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي معا، أي أخذ من وساطة الناس ومراعاة الظروف المحيطة بالواقعة الإجرامية وسن المعني بالأمر وغير ذلك، وهذه أمور تقف عند حدود واقع لا تعرض على المحاكم. لا يكفي الحديث عن عنصر الإخلال وواجب الحيطة والحضارة الذي ينص عليه القانون، وإنما عنصر العلاقة الذهنية والنفسية بين الإرادة والنتيجة، أي عدم توقع النتيجة وحالة توقعها. العلاقة النفسية والذهنية والنتيجة، أي عدم توقع النتيجة، لا يكون هذا الجاني متوقع النتيجة. إذا كان متوقع النتيجة بمعنى إرادة توجهت لهذه النتيجة، وبالتالي لن نكون أمام خطأ، بل سنكون أمام جريمة عمدية. فهذا يفرض على عدم توقع النتيجة، أي معرف بالخطأ غير الواعي. هو إذا انقطعت العلاقة بين الخطأ والنتيجة، ففي هذه الحالة لا يمكن أن ينسب إليه الفعل. مثلا إعطاء المريض مرتين للدواء عوض مرة واحدة، أو تدخل شخص بإعطاء سم وهو لا يعلم. أما إذا توقع النتيجة أي الخطأ الواعي، تفادي مثلا مرة بقيادة سريعة إلى آخره للسيارة، كان بإمكان مساءلته عن ذلك. ما هي محددات الخطأ من خلال صوره وأنواعه وإثباته؟ صور الخطأ هي وردت على سبيل المثال الحصر في إطار القانون الجنائي من خلال فصول 432 و433 وكذلك بعض المقتضيات الأخرى التي وردت هنا وهناك. ومنها هذه الصور، هناك الإهمال، والإهمال هو خطأ سلبي، أي يعبر عن ترك أو امتناع، فمهمل السكك الحديدية بوضع الحاجز، فكان أن يضع في توقيت معين ولكنه أهمل، فهنا لا يكون جريمة عمدية، هو جريمة ارتكبت نتيجة خطأ، نعم، وهو خطأ نتيجة إهمال. كذلك عدم الانتباه كصورة أخرى إلى جانب الإهمال، عدم الانتباه هو تصرف سلبي الذي يعبر عن عدم اليقظة. مثال ذلك، شخص قام بحفر بئر دون إضاءة المكان، فلما قدم أحدهم في الطريق فسقط في ذلك البئر، فهذا نتيجة عدم انتباه في هذا الإطار. عدم الاحتياط وهو خطأ نشاط إيجابي، وتسمى هذه الصورة بالخطأ عن طريق النشاط الإيجابي، وورد أيضا تطبيقات لها في إطار مقتضى فصل 432 و433، وأيضا في مادة 606 والفقرات في الفقرة ديال 34 و36. عدم التبصر هو عدم إدراك الجاني لحقيقة الأخطار، وغالبا ما يتم الحديث عن هذا المصطلح في إطار المهنة الطبية، أي الطبيب الذي يجري مثلا عملية جراحية دون أن يعقم الأدوات، ففي هذه الحالة نتكلم عن عدم التبصر. إذا لاحظتم هناك عدة صور: الإهمال، عدم الانتباه، الاحتياط، عدم الاحتياط، عدم التبصر، أيضا الرعونة أو ما يعبر عنه الطيش والخفة، السرخاء، يعني شخص متهور إلى حد كبير، وقد ورد في إطار المادة 600.606 في فقرة 36. حالة أخرى هي متعلقة بالمقتضيات القانونية، عدم مراعاة القوانين والنظم، أي الرجوع إلى مخالفات اللوائح والقرارات التي ترتبط بذلك، كإهمال قانون السير أو غير ذلك من القوانين التي تقتضيها. أنواع الخطأ الجنائي. أنواع الخطأ الجنائي، هناك الخطأ الجسيم والخطأ اليسير والخطأ الجنائي والخطأ المدني، وهما محل النقاش. الخطأ الجسيم هو الذي لا يرتكبه أقل الناس إهمالا، وهو يتعارض مع حسن النية في حالة التجاوز، هذا الخطأ الجسيم، لأنه يعبر عن تهور كبير. أما الخطأ اليسير هو خطأ قليل الأهمية، وحسب الفقه لقيام مسؤولية جنائية ينبغي أن يكون الخطأ جسيما، أما اليسير فلا تم ذلك، تم انتقاده لعدم وجود أساس للتفرقة. نعم، في المغرب لا وجود لهذه التفرقة،
بخلاف مذهب الفقه، إذن هذا لا نعتد به، فهناك خطأ دون بيان هل هناك جسيم أو خطأ يسير. الخطأ الجنائي والخطأ المدني، هذا موضوع أثار اختلافا على مستوى الفقه في إطار التمييز، هل هناك مدلول له واحد أم هناك اختلاف. فمن الاتجاه الفقهي قيل أنه الجنائي، الخطأ الجنائي محدد وجسيم، بخلاف الخطأ المدني ليس محدد ولو كان يسيرا. كذلك قيل أن هناك اختلاف صياغة بين المسؤوليتين المدنية والجنائية، بحيث أن المسؤولية المدنية تقوم كما نعلم جميعا في إطار مقتضى الفصل 78، كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعل فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. إذا الجنائي مجرد صور، إذا ليس من الدرجة الأولى تحقق هذا الضرر. إذا فمثلا في جريمة تسول لا نتكلم عن وجود هذا الضرر، ولكن في إطار القانون المدني لا بد من وجود هذا الضرر. وجود اختلاف في إطار نطاق الوظيفة الاجتماعية لمسؤوليتين، المسؤولية الجنائية تهدف إلى الردع، أما المسؤولية المدنية فتهدف إلى إعادة التوازن بناء الضرر، يعني جبر الضرر. كذلك أن ازدواج الخطأ الجنائي والمدني يتيح للقاضي مرونة في أداء مهمته، فلا يكون مثلا بإدانة التعويض، بل قد يتيح له إما الأداء فقط أو التعويض، خلاف ذلك بوحدة الخطأ فلا بد من القاضي إلا أن يحكم بالإدانة أو التعويض معا أو بالبراءة. الاتجاه الثاني يرى بالرد على الحجج الاتجاه الأول، أنه يرى بعدم وجود ازدواج في الأخطاء، فقط الصور متسعة من حيث الوظيفة، بمعنى لا يرى أن هناك جديد في هذا الخطأ، صور الخطأ بل هي نفس الأخطاء. المسؤولية الجنائية قيل تحمي المجتمع، والمدنية تحمي مصلحة خاصة، بالتالي لا يمكن القول بازدواجية هذا الخطأ. يرى بأن القاضي الجنائي لا مانع أن يدور في القضية الجنائية ومعها القضية المدنية، فتصبح هناك دعويين، دعوى عمومية ودعوى مدنية تابعة. أخيرا إثبات الخطأ الجنائي، إثبات الخطأ الجنائي في هذا السياق يجرنا إلى الحديث عن كون الخطأ من المسائل تبقى لقاضي الموضوع أن يتم إثبات هذا الخطأ، لا القول بالإهمال أو انتباه، بل على القاضي أن يثبت أن في تعليله أو أسباب التي يذكرها في إطار حكمه أو قراره، ما هي هذه الصور أو إحداث الصور التي حدثت في الواقعة. ولهذا التعليل هو الذي يكون طبعا حال للتكييف النهائي للفعل، هو الذي يكون تحت رقابة محكمة النقد. المهم، مسألة الإثبات لهذا الخطأ تفترض أو تستلزم تأكد من وجودها، أي وجود هذا الخطأ وبيانه في ذلك الحكم بما يدل عليه بوضوح تام من خلال منطوقي، من خلال ما ورد في تعليل المحكمة، أي أن المحكمة قلت ملزمة بالحكم بإثبات الخطأ في حكمها بالإدانة، إما حدوث النتيجة أو عدم حدوثها، وقررها الجنائي ليس قرين على وجود هذا الخطأ الجنائي. كما لا يكتفى ببيان الخطأ مجرد إشارة إليه بصفة عامة، أو مثلا اكتفاء بإحدى صوره، أو الاقتصار على القول أنه وقد وقع سبب الإهمال، وإنما يجب إلزاما بيان فعل ذلك الجاني أو الضنين، وعلاقة سببية بين فعله والنتيجة التي حدثت نتيجة الخطأ. إذا لم تتحقق لا يمكن إدانته ذلك الشخص. بهذا
انتهاء طبيعة الحال من بيان أركان هذه الجريمة، أركان عامة للجريمة، الركن القانوني، الركن المادي، والركن المعنوي، وهو آخر ما وصلنا إليه من خلال صور الخطأ الجنائي، وكذلك قبله القصد الجنائي. نصل إلى المسؤولية الجنائية في الحصة المقبلة من خلال بيان مفهومها وأساسها، ثم تعرض لشروطها ونطاقها في الحصة المقبلة. ورمضان دائما مبارك عليكم جميعا، ورجاؤنا في الله أن يتم رفع هذه الجائحة عنا وعن البشرية جمعاء. إنه نعم المولى ونعم المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.